وبولاية ميلا تم توزيع أزيد من 1300 وحدة سكنية من مختلف السياغ لفائدة مواطنين عبر 19 بلدية بالولاية المتابعة لزينب برنوسي. ميلا التي تطمح إلى تحقيق الحلم الذي يراود كل مواطن في الحصول على سكن لائق، شرعت في توزيع حصة سكنية جديدة بمختلف صيغ البناء في خامس عملية تبعا للعمليات السابقة. منذ تأسيس وتسكية فخامة سيتراين الجمهورية، البرنامج يناهز 60,000 سكن على مستوى ولاية ميلا. اليوم نقوم بعملية توزيع قرابة 1331 سكن، هو كبرنامج في طور الإنجاز ليقارب 3000 سكن إن شاء الله نقوم بتوزيعه يعني في أواخر سنة 2018. العملية ولتزامنها والاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية اكتسب طابعا رمزيا كبيرا. رانا فرحانين بالبزاف قدا وحنا نسناو فيها، ودوكا الحمد لله والرئيس نتاعنا ربي يعيشه، وان شاء الله تحيا الجزائر وتحيا اعلامنا. والله هذه فرحه كبيره والحمد لله اللي الانسان فرج عليه ربي بسكن اجتماعي. البرامج السكنية المنجزة تم مرافقتها بمختلف المنشآت والمرافق الخدماتية.